مساء الأربعاء الأول من فبراير 2012، وتحديدا في استاد بورسعيد الرياضي بمدينة بورسعيد، قتل 72 شابا من جمهور النادي الأهلي. بعد انتهاء المباراة بين الأهلي والمصري، نزل المئات من جمهور المصري إلى أرض الملعب وتوجهوا إلى مدرجات النادي الأهلي. غلقت الأبواب وأطفئت الأنوار، وتحول لون عشب الملعب إلى الأحمر، معلنا صعود أرواح 72 شابا إلى رحمة الله. بعد أيام قليلة بدأ التحقيق، واستدعي كثير من المسؤولين ورجال الأمن للإدلاء بأقوالهم، لكن لغز الباب المغلق ظل يتنقل بين أقوال الشهود بشأن واحدة من أبشع المذابح في التاريخ وأكثرها غموضا وتعقيدا. مذبحة بورسعيد اللي قتل عمر مؤسسات الدولة، باين مين اللي سمح بقتلهم، باين مين ما حماهمش. نزيف الدم لم يتوقف منذ سقوط رأس النظام السابق وحتى هذه اللحظة. هناك رائحة سياسية تفوح تماما من هذه الجريمة. مش هنعلق كل حاجة على الفلول، ومش هنعلق كل حاجة على المجلس العسكري، ومش هنعلق كل حاجة على الشرطة. لا، الشرطة قتلت والأمن قتل، الحاكم العسكري قتل. ارجع بالاحداث كده لورا وهات يوم الماتش بالليل، ايه الاحداث؟ هتلاقي ان ألترس اهلي رايح بيولع في الداخليه، انه عارف من جواه مين اللي عمل فيه كده. هو قضاء وقدر، ولكن هناك تسبب في القتل ياتي اولا من ألترس النادي الاهلي ومن بعض القله اللي هم صعدوا للاعلى وبيصعدوا للاعلى. الجماهير تسببت ولكنها قتل خطأ، لكنها لم تقصد القتل أبدا، تسببت في الذعر للجماهير وجعلتهم يتكدسون فوق بعضهم ليسقطوا الباب. والله اللي قتل الشهداء تدبير خبيث ما بين بعض قيادات الداخلية وبعض مسجلي الخطر ومدرجين جنائيا في محافظة بورسعيد. الذي قتل شباب النادي الأهلي ما زال مطلق الصراح، وكان يتعين على النيابة العامة وجهاز الشرطة مطاردة القتلة الحقيقيين لمشجعي النادي الأهلي. الألترس، ذلك الكيان الذي طالما أثار كثيرا من الجدل في جميع أنحاء العالم. الألترس كلمة لاتينية تعني حرفيا الفائق أو الزائد على الحد، وتستخدم في الإشارة إلى المجموعات التي تعرف بانتمائها وولائها الشديد لفرقها الرياضية. أغلب الآراء تؤكد ظهور فكرة الألترس في إيطاليا عندما نشأ أول ألترس رسمي عام 1963، وهو ألترس سان بويز المحسوب على نادي إنتر ميلان. وفي عام 2007 شهدت مصر أول ظهور لمجموعات الألترس من خلال رابطة ألترس أهلاوي لمشجعي النادي الأهلي وألترس وايت نايتس لمشجعي نادي الزمالك. مجموعة الألترس دول هدفهم الوحيد ان هم بيروحوا يتفرجوا على ماتش وبيستمتعوا، يعني ما عندهمش حتى اهداف سياسية ان هم يوصلوا المناصب ولا مراكز معينة او يحتلوا حكم او الألترس. وده العجيب انه يتمتع بمنتهى الديمقراطية، الناس دي ما بتاخدش القرار فردي مطلقا، وده سر قوة الألترس على فكرة. الألترس ده اكبر دليل على ان شباب مصر لو حطت له قائد وحطت له هدف هيخلي البلد دي افضل بلد في العالم. حاجه عايز افهمها، ازاي الاولاد دول بيقدروا يديروا هذا العدد اساسا؟ ما فيهاش روح اماره، يعني هما بيحبوا بعض وحابين الكابو ده فبيسمعوا كلامه. كان الناس ينصرفون قبل الثوره اما الى المسلسلات التلفزيونيه او الى مباريات كره القدم. الكره لما جينا كانت كدب وكانت خدع، كانت مغيبة للعقول، كانت للسلطة قناع، بيحاولوا يجملوها وتبقى هم للبلاد ونسيد المدرج اللي مليانه ألاف. اقتل في الفكرة كمان والظلم في كل مكان، عمري ما هنسى لك زمان كنت عبد للنظام. اقتل في الفكرة كمان والظلم في كل سالك زمان كنت عبد للنظام. ولما الثورة قامت نزلنا في كل البلاد، قدنا على الحرية
اسكت رموز الفساد ما سكتناش ما هديناش ما لسه النظام موجود داخلية الكلاب والظلم في كل مكان موجود اكتب في الصورة كمان كلمة حر للكلام مهما يزيد فاطش السكان قدام صوتي يكون جبان اكتب في الصورة كمان كلمة حر للكلام مهما يزيد فاطش السكان قدام صوتي يكون جبان. شباب ألتراس أهلاوي هم حماة الميدان، كانوا في الثورة من أول يوم، كانوا مشكلين لجان الأمن بتاعة التفتيش، كلنا عارفين الكلام ده. الألتراس بدأ يخش في السياسة، بدأ يدافع عن فكرة معينة في دماغه، هدف، فطبعا ده مش عجب العسكر. الألتراس النادي الأهلي عمل إيه؟ هل حد ينكر إن دول أول شباب الثورة اللي طلعوا وقدموا حياتهم للبلد؟ وهم كانوا ضحايا النظام السابق في القهر والذل والكبت اللي كانوا بيتعرضوا ليه. وبالتالي لا يجب أبدا أن نلوم مشجعي الكرة لأنهم مواطنون يعني طبيعيون ويمارسون السياسة. موضوع محمد مصطفى اللي حصل وتوفى ده عمل حساسية شديدة جدا ما بين الداخلية وما بين مين؟ في الثاني من إبريل 2011 أقيمت مباراة بين الزمالك والإفريقي التونسي في استاد القاهرة في إطار منافسات كأس رابطة الأبطال الإفريقية، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين اقتحم جمهور الزمالك أرض الملعب ولم يتمكن الأمن من السيطرة على الموقف، ووجهت أصابع الاتهام إلى بعض الأفراد المحسوبين على النظام السابق. فاكر ماتش الزمالك بتاع الجلبية؟ إيه الفرق بينه وبين ماتش الأهلي والمصري؟ في اختلاف، دول نزلوا الملعب ودول نزلوا الملعب، بس ده فيها موت وده ما فيهاش موت، بس ده كان ممكن يحصل فيها مجزره. بدايه الماتش الزمالك وان الناس تنزل وان الشغب يعني يا عم دي كانت يمكن بقى مع الانفلات الامني من بدايه الثوره 25 يناير. اشتباكات عنيفه حدثت بين شباب الالتراس وقوات الامن بعد انتهاء مباراه الاهلي وكيما اسوان في كاس مصر، وذلك بسبب هتافات الألتراس المعادية لوزارة الداخلية. ده كان مخطط برضو وكان تأديب لجماهير الأهلي تحديدا. ده يعتبر انذار من الداخلية والجيش للشباب دي ما ترفعش صوتها وما تقولش أكتر من اللي هم عايزين. والله يا أمي أني أنا فاكرها كويس أوي أني واحد من ضمن الضباط قال على العموم معادكو قرب، ده كلها خمس ست شهور ومعادنا قرب. تتلعب ناحية اليمين لوليد سليمان، وليد سليمان يعدي ويلعبها عرضية، أوه والقلشة من عامر رمضان، وفي كده هياج هنشوف الحكم مصفر ايه، دخلت ولا ايه معرفش ولا ايه. بصوا يا جماعة شايفين اللي قدامنا دول اكبر واحد عنده 15 سنة، والكلام اللي احنا بنقوله الدوري المصري في خطر بسبب الجماهير. جماهير النادي الاهلي موجودة في مدرجات منضبطة تماما، جماهير المحلة بدون داعي كانوا متقدمين بهدفين وكان في هدف عليه مشكلة، هدف سعد مندو وما حصلش أي حاجة. في ناس همها إنها تفقد الأمن هيبته في هذا البلد، ومن العيب من غير المقبول على الإطلاق إن ده يحصل. عصاية جرتهم طلعتهم على المدرجات بالضبط هي موقعة الزمالك والإفريقي، موقعة الجلبية تتكرر من جديد في استاد غزل المحلة. الأهلي والمحلة احنا كنا قاعدين في الماتش عادي طبيعي وبنشجع عادي زي أي حد ما بيشجع، ومرة واحدة لقينا هجوم في الملعب وضرب طوب وبهدلة جامد يعني.
بس الشرطة ساعتها وقفت ووقفت الكلام ده. كان عايز يوصل للقيادات بتاعت الألترس عشان يخلص على الألترس خالص، عشان هو شارك في الثورة وهو كان العنصر الأساسي في الثورة. بدأ عام 2012 مباراة المصري والأهلي في الدوري العام، حدد لها الأول من فبراير. في 18 من يناير أقيل مدير أمن بورسعيد اللواء سامي الروبي بدعوى أنه مريض ولن يستطيع استكمال عمله، وتم تعيين اللواء عصام سمك مديرا لأمن المحافظة. بعدها بأسبوع حضر محمد حمص كابو رابطة سوبر جرين إيجلز المحسوبة على النادي المصري إلى مديرية أمن بورسعيد واجتمع بمدير الأمن. في 28 من يناير 2012 وفي ذكرى جمعة الغضب، تعالت هتافات أولترس أهلاوي ضد العسكر في مباراة الأهلي والمقاولون العرب لتؤجج من حدة الصراع والخلاف. وفي 29 من يناير اجتمع أعضاء رابطة سوبر جرين إيجلز بميدان المسلة بزعامة كابو الرابطة محمد حمص، واتفقوا على أن يتخذوا من المدرج البحري مكانا لهم، وذلك لأول مرة في تاريخ النادي المصري. اجتماع آخر تم بين رابطتي أولترس مصراوي وأولترس جرين إيجلز، واتفقوا على الجلوس في المدرج الغربي للإستاد، وتم التخطيط في تلك الاجتماعات لأمر ما. في اليوم التالي عقد اللواء عصام سمك اجتماعا داخل مديرية الأمن، حضره عدد من القيادات الأمنية لبحث سبل تأمين المباراة. واستقر الأمر على إجراء تفتيش ظاهري فقط، ووافق مدير الأمن على ذلك. احنا كنا متعودين في الماتشات الكبيرة بيجي البوليس وبيجي المباحث بيجيبوا العناصر الإجرامية المعروفة بيقبضوا عليها وبيدخلوها عندهم الاحتجاز لحين انتهاء المباراة. ما حصلش الكلام ده. ما ينفعش قبل مباراة مهمة زي دي اجيب مدير أمن جديد، دي حاجة مستبعدة، حاجة تحس ان في حاجة في مؤامرة كبيرة جدا. مدير الأمن اتغير علشان كان رجع جمهور الاتحاد من بره بورسعيد في ماتش كان ماتش مصر قبل منها بأسبوعين، كان رجع جمهور الاتحاد وكان السنة اللي قبلها كان رجع جمهور الأهلي من القطر. يبقى المشكلة اللي حصلت في سكة الحديد. أنا قبلها أنظرته قلت له بلاش بورسعيد، ما وصلناش في دماغنا ان احنا ممكن نروح فعلا حد ما يرجعش مننا. انا فاكره ليلتها، ليله الماتش كنا بنحدد هنعمل ايه بعد التاني يوم الماتش. قلت له يا ابني بالله عليك يا خالد انا بحلفك بالله ما تحزننا عليك وتيجي بالكيس اللي صوت باللفظ كده، قلتها له بالليل. لو جال على بورسعيد ويكتب له امك وصيه علشان هتموت اكيد وملكش اي دية بنقولها لاي حد وخلاص ما فيش هزار هتشوفوا الموت بجد والليلة ضرب نار هتفوقوا على كابوس وهتصحوا على جحيم واللي هيعمل تقر مش هيروح سليم. انطلق خالد في طريقه ولم يكن يعلم أن تلك هي الساعات الأخيرة في حياته. كما كان كريم خزام متحمسا للسفر، ولم يكن هناك ما يعكر صفوه سوى صعوبة المباراة وحاجة النادي الأهلي إلى نقاط المباراة الثلاث. واستيقظ أنس منتعشا ومصرا على الاستمتاع بالرحلة إلى أقصى حد، ولم يكن ليتخيل حينها أنه بعد عدة ساعات سوف يكون في العالم الآخر. كل كان يعرف أن هذه المباراة حساسة وقد تقع فيها بعض المناوشات أو الصدمات. توقيت يعني الموافقة على إقامة المباراة هو جزء من إعداد المسرح لارتكاب هذه الجريمة. كان هيسافر عن طريق الأوتوبيسات عن طريق النادي الأهلي. الأوتوبيسات رفضت، هم كانوا جاهزين ورفضوا الصبح إن هم يطلعوا عشان تكسير وش تكسير. المهم خدوا بعضهم وراحوا على القطر، ركبوا القطر وسافروا. راحوا وصلوا بورسعيد قبلها ب 25 كيلو ووقفوا الجيش التاني استلمهم وشحنهم في دوبيسات وقعدوا يلفوا حوالين بورسعيد لحد ما الماتش بدأ. من ساعة ما استلمهم الحاكم العسكري لمنطقة القناة
الاولاد باللفظ كده قالوا له نرجع، قال لهم لا لا كل حاجه متامنه. مجلس اداره النادي الاهلي مش غريبه ان هو ما فيش واحد منهم يجي الماتش؟ مش غريبه لاول مره؟ اكيد كان وجود عضو مجلس اداره كان ممكن يعمل ايه بعض التصرفات او بعض الاتصالات. بسال فرد امن كان عسكري تقريبا او امين شرطه، بقول له فين بابط الاستاد، بيقول لي هي بس اجري عشان انا لو حصل لها حاجه نرجع. تركت البوابات دون تفتيش يذكر، ودخل الاستاد ما يزيد على 5000 شخص دون تذاكر، وأسند أمر الإشراف على المدرج الشرقي وهو مدرج جمهور النادي الأهلي إلى العقيد محمد سعد. في الأول مرة شفنا فعلا في جماهير كانت جوه الملعب، وعرفنا أن دول كانوا عشان ينظموا نخلوا اللي هم جماهير الألتراس المصري ما ينزلش الملعب. الجمهور نزل قبل الماتش وفي الماتش هو شغال وفي الاستراحة، يعني الجمهور نزل 3 مرات، ده كان دليل على نقص الكرسي. دخلت المقصوره الرئيسيه وانا مش هكدب على حضرتك، انا ما معيش كارنيه عضويه، بس لقيت الباب مفتوح دخلت زي الالاف غير اللي دخلت المقصوره. الساعه 4 ما لقيتش مكان جوه المقصوره، ولقيت اشخاص اشكالها غريب جدا مش اللي تقعد في المقصوره كل مره. يبقى كذاب اللي يقول لك ما كانش فيه بلطجيه، بس بالله عليك اسال مين اللي جاب البلطجيه ومين دخلهم معاه الماتش ومين قعدهم معاه في المقصوره. انت داخل مباراه للنادي الاهلي، انا ما رفعتش كارنيه لحد، دخلت على طول الماتش ده، قعدت مقصوره شمال وانا معيش كارنيه عضويه النادي المصري. في جماهير من النادي المصري تدفعت لانه قفلوا الابواب، الامن قفل الابواب الخارجيه، ففي جماهير كانت بره كتير جدا عايزه تدخل المباراه والامن واقف، فمن جماهير هجمت على الامن وقعدت تضرب طوب، كان في عربيه امن مركزه معديه قعدوا يظلوا يضربوا يلقوا عليها الحجاره، فالامن اخذ جانب اللي هو كان امام الابواب، فجماهير كلها اندفعت على المدرج بتاع المصري مفتوح تماما، والدفعات كانت جماهير عاديه جدا من الشباب الصغير، ما كانش بلطجيه. الماتش ضرب كميه شماريخ وصواريخ اللي هي التورته اللي بيضربوها دي بالوفات. بين شوطي المباراه قام العميد مصطفى الرزاز مدير المباحث بإبلاغ مدير الأمن اللواء عصام سمك بمعلومة مهمة وردت إليه بأن جماهير المصري عاقدة العزم على النزول في نهاية المباراة إلى أرض الملعب والتوجه إلى جماهير النادي الأهلي للاعتداء عليهم. ما بين الشوطين نزل ناس من جماهير النادي الأهلي الملعب. أول شوط ما خلص وعرفت أن الأهلي كسبان 1-0 أنا كنت زعلانة. المهم بدأ الشوط الثاني بعدها بخمس دقايق بالظبط، انا قلبي بقى واكني وبدا يكلني جامد قوي. الشوط الثاني اكتر القلق زاد، كل شويه كل دقيقه ينزلوا للاستاد يضربوا ويطلعوا تاني، وكان امر عادي كانهم بين ماتش كوره في شارع عادي مش ماتش كوره في استاد متامن. كل ما بسمع هيصه جوه التلفزيون اقول للبنت هو ايه اللي حصل، تقول لي ده المصري جاب جون، قلت له طب كويس احنا تعادلنا كويس عشان العيال يعرفوا يرجعوا. هيصه تاني قالت ده الجونين التاني جه، قلت لها بركه الحمد لله يعني كمان المصري كسب يبقى كده الحمد لله ضمننا ان العيال يرجعوا. ظهرت اليافطه الموسيقى اللي هي صارت جماهير بشكل فظيع، اليافطه الموسيقى اللي بتقول بلد الباله ما جابتش رجاله. جماهير المصري ردت وقالت العلقه بره، العلقه بره. الحاكم العسكري قبل صفاره الحكم ب 20 دقيقه فوجئ بتشكيل مسلح من 200 او 300 فرد يقوم بالهجوم على الاستاد من الخارج، وتعامل معه الجيش وتعامل معه افراد القوات الموجوده معه. طب لماذا لم تخطر الجهات اللي جوه انه في هجوم حصل وقدامنا ثلث ساعه يبقى في اجواء بتقول ان في كارثه هتحصل؟ في الدقيقه 75 خرج يوسف حماده وهو احد شباب جمهور النادي الاهلي خارج المدرجات لامر ما. في الدقيقه 80 اغلق العقيد محمد سعد بوابه خروج جماهير الاهلي ورحل بعيدا دون ان يطلب منه اللواء محمود فتحي حكم دار بورسعيد والمشرف العام على الخدمات الامنيه يوم المباراه ان يغلق البوابه. قبل الماتش ما يخلص تقريبا ب 15 دقيقه او 10 دقائق على ما اذكر يعني، انا كنت واقف عند البوابه، فالبوابه اتقفلت عليهم من بره. الجون الاخير ده كان خلاص فاضل حاجات بسيطه قوي والماتش هينتهي، لقيت ابن احمد بيقول يا ماما الحقي بسرعه تعالي. جيت دخلت لقيت لك الناس كلها نازله مين على المدرج نازله ايه الملعب. بالفعل الماتش انتهى، جينا ننزل ما لقيناش الباب مفتوح، لقيناها مقفوله. عاد يوسف حمادة ولكنه وجد أن باب المدرج مغلقا، ف
فحاول فتحه لإنقاذ أصدقائه، فسقطت البوابة عليه من أثر تدافع الجماهير وفارق الحياة. العساكر كلها واقفة ما خدتش أوامر إنها تدافع، والشباب الألتراز يقولوا لك نقول لهم الحقوا العيال بتموت، ما كانوش بيتدخلوا، ففي أوامر عليا إنه ما يتدخلوش. اسأل بقى مين اللي أمر العساكر الجيش والداخلية إنهم يمشوا من قدام المقصورة وينسحبوا ويروحوا عند مجمع المطاعم على البحر. جماهير المصري نزلت ومعها عشان خضرة بتنور. العشان الخضرة دي عشان عارفين متفقين إن الإضاءة هتقفل بتاعت الاستاد. دي مسألة تدل على إنه في علم مسبق بقطع النور. اتفقوا ناس كتير جدا على التنكيل بالجماهير بمقدار بقى. أنت عرفت البرتغالية عملوا إيه بعدها؟ كانوا عند الاستاد قد إيه؟ ومين اللي اتبرع بالدم؟ ومين اللي غسل الناس؟ اكتشفنا بعد ذلك ان في بلطجيه فعلا، والبلطجيه دي طلعت فوق برضو، في ناس منهم مسجلين طلعوا فوق، لكن الناس دي بلطجيه من هم اللي احنا عارفينهم في البلد، ما هوش حد مثلا ماجور، هم بلطجيه عاديين حضروا المباراه وحسوا ان في اهانه ليهم من جماهير النادي الاهلي، فقالوا احنا ناخد يعني احنا نطلع لهم بقى. وقوع هذه المذبحه في هذا التوقيت بالذات، وخصوصا وان الالتراس الاهلي لعب دورا مهما في احداث الثوره، يثير شكوك كثيرة. انطلقوا الفوضى عمت وقتلوا أغلى الشباب، منهم كان المهندس والعامل، منهم ولاد راحوا وكموناهم حكمك لاغي في البلاد. يا مجلس يا ابن الحرام لعتي دم شهيد بكام، لاجل ما تحكي في النظام اللي انت منه. احنا عايزين الشعب كله يشارك في حاجات زي دي، الشعب ما يقعدش. ما هو مين اللي عمل كده؟ ما هو افراد من الشعب المصري. الشعب المصري ساكت عليهم ليه؟ ما عملتش اي حاجه غير خدت المفتاح وقلت للوالدين البسي ونزلت، لقيت 2 صحابي في الشارع خدتهم قلت يلا نسافر على بورسعيد. اصلا وانا نازله على السلم حسيت بقبضه الروح بتاعت ابني. لفيت تقريبا كافه مستشفيات بورسعيد بلا استثناء، اسم انس ما كانش موجود خالص على فكره. واحد طلع لنا من الشباب المنطقه، وانا جاي اقول لكم انه كريم توفى. كلمنا واحد برضو تاني زميلهم من المنطقه وقال انا في بورسعيد وشفته هو قدامي يعني. احنا رحنا مشرحة واول عربية كانت ركنا جنب عربية ماما على طول كانت كريم. كان اول شخص اول جثة اشوفها، وانا برضو مرضتش، مش عايز اصدق حد يصدق حاجة زي كده. اول ما سمعت انه الاهلي خسر اول حاجة قلتها يو ده كريم هيرجع زعلان، وكان نفسي الاهلي يكسب، كريم هيرجع زعلان، كان نفسي يرجع زعلان وما رجعش اصلا. هو ربنا اختاره، هو ربنا لانه كويس قوي وخليه نضيف كده يطلع وهو نضيف وطيب يعني. ما بقتش بقول غير جمله احنا بقينا 3 مش 4. طبعا لما كريم راح حته بابا ما تستحملش ضربه زي كده كانت، لكن نقول مات مرتاح في سريره، حزن على ابنه هنعمل ايه؟ واحنا بقينا 2 مش 4. لحد اخر وقت عندنا امل ان هو يكون حي ويكون خطا، او يكون تليفونه اتسرق، او يكون البطاقه بتاعته اتسرقت وكارنيه الجامعه. لحد لما اتاكدنا بالليل اتاكدنا من المستشفى ان هو من المتوفين. بعد ما عرفت الخبر نفسي اعرف اتشاهد على نفسه ولا لا، كل ما تجعان ما تعطشان. خدته البيت عندي غسلته، انا اللي غسلته على فكره، كان بيضحك على فكره، ما فيهوش اي لمسه نهائيا. بلغوني 10:30 ان هو يعني لقوا الجثمان يعني في المشرحة، والبقاء لله. الأصعب شيء لما يديك ورقة فيها المتوفيين وبتخاف من كلمة خالد تلاقيها في الورقة. دخلت لقيت بتاع الإسعاف بيوريه لآخر جثة، فببصوا على الكوتش والبنطلون لقيت خالد. اللي عليا بقول لهم كلمه واحده، انتوا مش موتوه، طب سيبونا اوصل الامانه لاصحابها. كنا ماشيين بعربيه الاسعاف، العربيه عربيه واحد من بورسعيد، ورانا 51 جثه، خدناهم كلهم وطلعنا بيهم الطياره. احسبها بقى 51 جثه في الطياره كانوا ورايا بالعربيه الاسعاف، يبقى منظر عربيه الاسعاف ايه؟ طلعت وقتها راسي في الفجريه، طلعت راسي وبصيت
بقول هو انت بتزف يا ابني انت واصحابك؟ زفتكوا صعبه قوي علينا. خالد توفى على ايد واحد من من اسكندريه في الديفلز. قال له قول للبابا يسامحني اللي انا مش هقدر اساعده في دنيته باللفظ، وقول لوالدتي لو حد مزعلها تسامحه. صباح اليوم التالي ذهب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلى مسرح الجريمة وقام بمعاينة أبواب الاستاد وكاميرات المراقبة وأمر بالتحفظ على المواد المسجلة. وخرجت مسيرات عدة في بورسعيد تطالب بتبرئة أيادي البورسعيدية من تلك الجريمة. الشعب يريد براي بورسعيد، الشعب يريد براي بورسعيد. بعد الحادثة بيومين تنافرت أنباء حول ضلوع بعض أعضاء الحزب الوطني المنحل في تنفيذ الجريمة من خلال تمويل بعض البلطجية. جماعة الإخوان والسلفيين هنا بورسعيد سمعوا عن واحد اسمه الدنا فجابوه، فهو ما كانش طبيعي يعني، حالته كانش طبيعية، فاعترف قال جمال عمر وكذا وكذا وكذا. فالجمهور ساعتها طلع على كفيل العروسة ده حرقه. يبقى البورسعيدية طلعوا عملوا ايه؟ طلعوا عين يجيبوا لك حقك ولا لا؟ طب لو انت سبتنا شويه احنا كنا قلنا لك القضيه اهي، وادي الناس اللي عملت، وادي الناس اللي ما عملتش، وادي الجاني. شكلت لجنه لتقصي الحقائق من قبل مجلس الشعب وذهبت لمعاينه مسرح الجريمه، واكتشفت ان باب خروج جماهير النادي الاهلي الذي اغلقه العقيد محمد سعد يفتح للداخل وليس للخارج، اي يستحيل الخروج عند حدوث تكدس الا بكسر الباب. صدر التقرير المبدئي للجنه وحمل المسؤولية لكل من قوات الأمن واتحاد الكرة والشحن الإعلامي. قنوات برضك الإعلام كان برضك مسخن الماتش جامد، لقاء والجرايد، لقاء مصير، لقاء الموت، لقاء مش عارف إيه. شفت مذيع مش هقول اسمه يعني يقولك الحمد لله إن ما جاتش في لاعبين. هل هم عايزيننا إن إحنا مثلا نروح بورسعيد يعني نولع فيهم وهم يولعوا فينا، ولا عايزين بورسعيديين؟ يعني بقى في خلاف بيننا وبين محافظه واحنا في الاخر كلنا مصريين. الاعلامي عليه ان هو يبقى محايد، ينقل الصوره هنا وينقل الصوره هنا، وعليك انت كمشاهد ان انت اللي تقول. انا احايد اما يكون فرقتين سلوك غير رياضي. هنا ايه؟ جماهير الاهلي شتم جماهير الزمالك، فهنا الاثنين ايه ينفع انا احايد. انما جماهير مش المصري قتلت جماهير الاهلي، لا يوجد حياديه. الاعلام الرياضي تاجر بينا، تاجر بينا بماديات احنا ما خدناهاش، تاجر بولادنا وشوية يرفعهم لسابع سماء شهداء عشان مصالحهم، وشوية ينزلهم ان هم بلطجية. حتى المسؤولين في الحرية والعدالة دايما يتاجروا ويقولك القصاص والقصاص 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 وحق الشهداء، وما فيش عودة لكرة القدم إلا بحق الشهداء، كلها متاجرة، كلهم بيتاجروا الحقيقة. في 15 مارس أعلنت النيابة العامة قرار إحالة 75 متهماً إلى محكمة الجنايات، بينهم اللواء عصام سمك مدير الأمن، وثمانية من قيادات الشرطة بالمحافظة، وثلاثة مسؤولين بالنادي المصري، ووجهت إليهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الرئيسي السيد محمد الدنف قاد قرابة 800 مشجع من جماهير النادي المصري للهجوم على جماهير الأهلي مقابل مبالغ مالية من أشخاص. وأكد أحد شهود الإثبات أنه رأى المتهم وقد انهال على أحد المجني عليهم بالضرب بقالب من طوب على وجهه ليهشم رأسه الذي تفجرت منه الدماء. وأكد بعض المتهمين على مشاهدتهم المتهم قوت الشيطان وهو يتعدى على بعض أفراد جمهور النادي الأهلي بحزام وصاعق كهربي. وأكد شاهد إثبات آخر أنه شاهد المتهم هشام الفلسطيني يضرب أحد المجني عليهم على رأسه بشومة حتى أوقعه بين مقاعد المدرج. المتهم الثاني والستون اللواء عصام سمك مدير الأمن لم ينكر ورود مكالمة من العميد مصطفى الرزاز بشأن هجوم جمهور المصري على جمهور الأهلي، لكنه قال إنه تلقى تلك المكالمة قبل نهاية المباراة بعشر دقائق، ثم أعلن أنه لا يتذكر التوقيت تحديدا. كشفت التحقيقات أيضا أن محسن شتا المدير التنفيذي للنادي المصري ومحمد البرنس مشرف الأمن كان على علم بوجود حجرة أسفل المدرج الشرقي خصصت لرابطة أولتراس مصراوي لإخفاء الألعاب النارية والأسلحة البيضاء،
وأقر المتهم محمد شعبان بأنه كان واحدا من هؤلاء الذين تواجدوا بمضمار الملعب تحت اسم اللجان الشعبية، وأن محمد البنس مسؤول الأمن بالنادي هو من يتولى تنظيم تلك اللجان. وقال المتهم 73 توفيق صباحة أنه أطفأ أنوار الاستاد حيث لم يسترع انتباهه ما كان يحدث بالمدرجات، وأنه حتى لو علم بها لأطفأ الأنوار أيضا. لما أنت بتخالف القواعد، طب مين اللي قال خالف القواعد؟ يقول لك أصل في عميد شرطة جه قال لي اطفي النور، فحتى القاضي سأله وفي النيابة برضو سألوه، طب أنت بتاخد تعليماتك وأوامرك من الداخلية؟ لا. طب أنت سمعت كلامهم ليه؟ طب أنت بعد ما طفيت النور بتاخد بعضك برضو وبتروح ليه؟ النور بيطفي بقى ليه؟ لأن كل مباراة، ده بيحصل في كل مباراة للنادي المصري، ان اول ما بتخلص المباراه وخصوصا لما يكون النادي المصري كسبان، المسؤول عن الاضاءه في النادي المصري بيطفي الانوار عشان الجماهير كلها تروح تمشي ما تقعدش في المباراه. واحد زي العقيد اللي كان مسؤول مثلا عن تامين مدرجات النادي الاهلي، لما يجي في شهادته في المحكمه باللفظ كده ويقول والله القاضي بيساله ايه اللي حصل، قال له ما حصلش حاجه، قال له طب انت عملت ايه دورك ان انت ماسك التامين، قال له انا بصراحه خفت ونزلت على ارض الملعب. اعتقد ان الضابط خلق يعني خرج بعيد عن الباب اللي هو كان معاه المفتاح على اساس ان هو ما الجماهير الاهلي ما تضغطش عليه انه يفتح الباب لغايه ما يطمن ان الجماهير كلها بتاعه النادي المصري مشت. في 17 من ابريل عقدت محكمه الجنايات بورسعيد اولى جلساتها باكاديميه الشرطه بالتجمع الاول برئاسه المستشار صبحي عبد المجيد. الجلسات بالنسبه لنا حاجه مميته، انا مش ما اقدرش اتخيل انه البني ادمين اللي شفتهم في الشاشه دول طلعوا على ابني. فيهم واحد فمره بيقولك الاعتداء المزعوم على جماهير النادي الاهلي باللفظ، والله قالها كده. عندي متهم يمكن قلت الكلام ده كتير في احد الجلسات، اشار الوالد شهيد قال له ايه، قال له انا اللي قتلت ابنك ولما اخرج هقتلك. انا وانا جوه المحكمه كان في ضابط بيدلي بشهادته، في متهم قام مره واحده كده وانهار بقول له انت مش يا باشا اتصلت بيا وبعت لي ان انا اجي لك هناك في اسم مناخ عشان تتفق معايا ان انا امسك الماتش من اوله لاخره واحكمه. راح الضابط بكل رزانه وبكل ادب زي ما بيقولوا، قال ما حصلش. كنت شاهد في القضيه المتهم فؤاد فضل، فؤاد ده كبه ألتراس النادي المصري، انا شفته بعينيا في الاستراحه نزل الملعب يهدف الجمهور، يهدف الجمهور عشان الماتش هيبوظ. كل شخص جوه القفص عنده فيلم ممنتج بكل اللي عمله جوه المدرج او كل اللي عمله جوه الاستاد. النيابه واجهت تهمه العمد يعني مع سبق الاصرار. لو في واحد بس، لو في واحد اتقتل يطلع الطب الشرعي يقول ان في واحد اتقتل، في اتنين اتقتلوا، انما ده ما فيش واحد اتقتل. كل الناس اللي هي توفت او استشهدت لا يوجد جرح قطعي واحد فيهم، ولا يوجد وخز ولا طعن ولا اي حتى جرح في تقرير الطبيب الشرعي. استطيع ان اؤكد ان شهاده شهود الاثبات تختلف عن الوقائع الموجوده في الدعوه ولا تؤكدها ولا تؤدي يقينا الى ان المتهم الذي شاهده الشاهد قام بارتكاب الجريمه الذي يتحدث عنها الشاهد. القاضي ذات نفسه استنى شهر عشان يجي وقت معين وقت المباراة عشان يشوف الأمر ويشوف درجة الرؤية بالنسبة للشهود اللي كانوا بيتكلموا. النيابة كانت بتجيب كل شاهد وبيتعلم على مكانه في المدرج عشان لما بيجي القاضي يسأله يبقى عارف درجة الرؤية بتاعته فين. واكتشف الحمد لله ان 90% من ولادنا اللي شاهدوا شهاداتهم صحيحة. هم نفسهم اللي كانوا بيتكلموا في الإضاءة كانوا يعلمون ان فنارة بورسعيد على بعد اقل من 200 متر من الاستاد، وانها كانت تضيء بعض اجزاء كبيره من المدرجات بالاضافه الى اضواء الشباريخ. النهارده انت كحاكم عسكري يعني يجي في المحكمه يقول لك احنا مهمتنا نسلمهم للاستاد ونمشي. طب ازاي؟ يعني انت لو شايف الموضوع بهذا الشكل ازاي ما تتدخلش؟ الحاكم العسكري لما سئل في تحقيقات النيابه العامه افاد بانه ما كانش في اي وسيله اتصال بينه وبين مدير الامن داخل الاستاد. طيب لما سالنا انت عرفت الجريمه دي واللي بيحصل في الداخل منين؟ قال من الراديو. كوارث. في تلك الفتره حدثت بعض التغيرات في مصر على الصعيد السياسي، حل مجلس الشعب ونزل المجلس العسكري من على كرسي الحكم، وصعد اول رئيس مدني في تاريخ مصر الدكتور محمد مرسي المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين.
شكلت حكومة جديدة برئاسة الدكتور هشام كنديل، وأقيل وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي، وعين الفريق عبد الفتاح السيسي بدلا منه، وأقر دستور جديد للبلاد، وعين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي المستشار طلعت إبراهيم نائبا عاما بدلا من المستشار عبد المجيد محمود. في 12 من ديسمبر حجزت القضية إلى يوم 26 من يناير 2013 للنطق بالحكم. بدأ العام الجديد واقترب موعد الحكم، وفي 18 من يناير 2013 انطلقت مسيرات لكل من أولتراس أهلاوي في القاهرة ومجموعات الأولتراس في بورسعيد. في اليوم التالي حوصر سجن بورسعيد من قبل روابط الأولتراس المحسوبة على النادي المصري وأهالي المتهمين لمنع خروج المتهمين وترحيلهم إلى أكاديمية الشرطة. بيقولوا على النت يا إما القصاص يا إحنا نجيب القصاص، فمعنى أنهم يدعوا 50,000 أو 100,000 يحضروا عند الجلسة يومها، في حاجة من الاثنين الأحكام لو ما عجبتهمش هيخش يقتحموا الأكاديمية هيموتوا كل اللي فيها. كون إن ما يحصلش إن المتهمين ما يروحوش المحكمة، فدي معرفش ما عمري ما شفتها في العالم. انت متخيل ان اهل بورسعيد شايفين ان العيال دي قتلت وبرضه مصممه تقف معاهم؟ لا، الموضوع مش كده. الموضوع ان احنا عرفنا مين اللي قتل، وعرفنا مين اللي عمل، وعرفنا مين اللي وضع الداخليه. شايف ان شباب الالتراس ليهم كل التحيه في الضغط، وانا عارف كويس قوي هم بيضغطوا للحكم، هم ما بيضغطوش عشان نوع الحكم او الحكم يطلع ازاي، عشان الناس بس ايه عماله تتاجر بالامر ده، هم بيضغطوا ان لازم يكون في حكم. وفي 20 من يناير أعلنت وزارة الداخلية رسمياً عدم قدرتها على نقل المتهمين من سجن بورسعيد إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة. في 21 من يناير قدم النائب العام المستشار طلعت إبراهيم أدلة جديدة في القضية. الآن تطرح النيابة العامة قولاً جديداً وتقول كلاماً غريباً على العدالة وعلى القضاء. ما سطر من قبل من قبل لجنة تقصي الحقائق ناقشته النيابة العامة وانتهت إلى عدم صحته، ثم أعيد تشكيل لجنة تقصي الحقائق على ما يبدو في ظلمات الليل وأضيف لها عنصر قانوني، ولكن العنصر الغالب فيها كان سياسيا ينتمي إلى فصيل بعينه. والله بالنسبة للأدلة الجديدة اللي قدمتها النيابة العامة، هي مش قدمتها النيابة العامة، هي قدمتها تقرير لجنة تقصي الحقائق. أعضاء اللجنة شكلت لجنة من السيد رئيس الجمهورية في شهر يوليو وانتهت أعمالها في 31/12 لبحث كل الوقائع التي تمت من 25 يناير لحد دولية الرئيس، كان من ضمنها مجزرة بورسعيد. لكن أن يخرج متحدثا باسم النيابة العامة أو وزارة العدل ويعلن بهذا الشكل أنه قد تقدم بطلب، فهو اختار للرأي العام لكي يؤثر في مسار الدعوة والحكم فيها. أفسر ده إن هي كانت يعني شبه مناورة للهروب من الوضع المتأزم في يوم 26 يناير. طبعا كانت الدنيا كلها بتتكلم في الموضوع ده، وأعتقد أن المحكمة كانت أذكى من الجميع. قدمت النيابة العامة يا سيدي مرافعة ومذكرة مكتوبة وصلت إلى 157 صفحة تناولت فيها كافة الأدلة، ثم فجأة يقول البعض أن هناك دليل. مع تحيات نيابة حياة الثورة هنوصل لأول مرة من ساعة ثورة يناير
للطرف الثالث. هنتقدم ببعض الأدلة الجديدة اللي هتكشف عن تورط رجال أعمال دفعوا مالا كثيرا للقيام بهذه المجزرة. يستحيل أن يتفق هذا الجمع على هذه الجريمة. مسألة التضامن في قيامهم بهذا الفعل لا ينبغي أن أفرد لها معها أن فلان قد فعل كذا وفلان قد فعل كذا، طالما أن المحكمة قد تأكدت من أن هذه المجموعة قد قصدت ورصدت وسبق لها تدبير هذا الفعل، فالمحكمة هنا ورجال القانون هنا، خلينا بعد عن المحكمة، يعولون على مسألة الاتفاق والمساعدة الجنائية ولا حاجة لمثل هذا الكلام. قبل النطق بالحكم بثلاثة أيام حدثت تحركات سريعة ومفاجئة لأولتراس أهلاوي لتأكيد رسالتهم، القصاص أو الفوضى، اختيارات جديدة لتوجيه الرسائل، وفي 5 دقائق تم إحداث شلل بالعاصمة، حوصر مبنى البورصة لبعض الوقت، وتعالت الهتافات والصيحات أمام مجمع التحرير، ونزل شباب الأولتراس إلى المترو، مشوا على القضبان وفي الأنفاق، هتفوا بالحرية والقصاص للشهداء، وصعدوا إلى كوبري أكتوبر وأوقفوا الطريق، ولم يعلم أحد من أين أتوا وكيف نظموا أنفسهم بهذا الشكل. في 8 صباحاً بدأ أهالي الشهداء في التجمع أمام أكاديمية الشرطة، وحضر بعضهم داخل قاعة المحكمة. وفي بورسعيد تجمع أهالي المتهمين وروابط أولتراس النادي المصري والمئات من أهالي المدينة أمام سجن بورسعيد. في 9 صباحاً تجمع الكثير من شباب أولتراس أهلاوي أمام مقر النادي الأهلي استعداداً للحكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الاطلاع على الأوراق والمادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق كل من السيد محمد رفعت مسعد الدنف وشهرته السيد الدنف، محمد رشاد، محمد رشاد، محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان، محمد السيد مصطفى وشهرته مناديله، السيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة، محمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص، محمود علي عبد الرحمن صالح لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لأخذ الرأي. لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة 9/3/2013 للنطق بالحكم لجميع المتهمين مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين واستمرار العمل بقرار حظر النشر الصادر بجلسة 12/12/2012 وتكليف النيابة العامة في شخص ممثلها الحاضر بالجلسة تحريك الدعوة الجنائية قبل كل من خالف قرار حظر النشر أيا كان موقعه. رفعت الجلسة. اتصرنا وانتظر أهالي الشهداء وشباب الأولتراس يوم 9 مارس بفارغ الصبر في فترة عصيبة شهدت الكثير من التوترات.
للمتهمين من الأول وحتى الرابع والأربعون والثاني والأربعون والتاسع والخمسون. جاءت اللحظة الحاسمة للنطق بالحكم على جميع المتهمين المحبوسين بعد مرور أكثر من عام على المذبحة. حكمت المحكمة حضوريا أولاً وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من السيد محمد رفعت مسعد الدانف وشهرته السيد الدانف، اثنين محمد رشاد محمد علي قوطة وشهرته قوطة الشيطان، ثلاثة محمد السيد مصطفى وشهرته مناديله بالإعدام شنقا عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية. من فضلكم ثانيا بمعاقبة كل من عصام الدين محمد عبد الحميد سمك محمد سعد توفيق ملكان طه صبيحة بالسجن المشدد لمدة 15 سنة عما نسب إليه وألزمته المصاريف الجنائية. ثالثا معاقبة كل من إبراهيم العرب سليمان محمد حسن عبد الحميد حسن محمد السيد حسن أحمد حسن عبد الرحمن محمد أبو زيد بالسجن لمدة 15 سنة عما نسب إليه. رابعا ببراءة كل من خالد حسن أحمد صديق وشهرته خالد صديق، مصطفى صالح محمد الرزاز، هشام أحمد سليم، بهي الدين نصر زغلول، محسن مصطفى محمد سيد شتا، محمد صالح محمد دسوي وشهرته البرنس مما نسب إليه. سادسا بحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة. شكرا. رفعت الجلسة. أنا أعتقد إن قضية بورسعيد سويست فركز فيها على من نفذ، وأنا كنت أتمنى إن يكون التركيز فيها على من خطط. العقيدة عندك كداخلية أو كجيش إن الناس دي هي اللي عملت الثورة، هي اللي أنهت حكم الجيش والعسكر. أيوة هم دول اللي كانوا موجودين، ودول اللي كان لازم ياخدوا علقة، ودول اللي كان لازم يتأدبوا. أنت أدبتهم، بس أدبتهم عندنا، جبت لي أنا العار وخليتني انا اشيل حاجه مش بتاعتي. ما اعرفش ليه هم وجهوا القضيه لبورسعيد، يعني هي مباراه اتلعبت في استاد النادي المصري جوه مدينه بورسعيد. المشكله مش ما بين الجماهير الاهلي وشعب بورسعيد. منذ الثوره وحتى هذه اللحظه يشار فيها الى طرف ثالث لا نعرفه وما زال غامضا حتى الان، هذا يعني يلقي بمسؤولية كبيرة جدا على كل الذين تولوا إدارة المرحلة الانتقالية، سواء في فترة المجلس العسكري أو في فترة الدكتور مرسي، لأن الدكتور مرسي كان يتعين عليه أن يتعامل مع هذا الموضوع بأكبر قدر من الشفافية ويفرج عن كل الوثائق الموجودة. لن تخرج سر هذه الجريمة إلا بعد سنوات. هذه الجريمة قد يكون فيها جزء دقيق التنظيم فائق الذكاء، ولكنه لن يظهر الآن. في جلسات كتير قوي أنا كنت بشوف المتهمين بيقولوا لضباط الشرطة المتهمين برضو ما كنتوش هتلحقونا هنتكلم. وأعتقد أنه مقتل مش وفاة بقى، عشان الناس تعرف أن احنا عارفين الموضوع، مقتل محمد شعبان محمد حسين المحكوم عليه بالإعدام ساعة صدور الحكم ده لغز كبير قوي يحط علامات استفهام عديدة لازم تفسرها الأيام. اتقتل ليه الولد ده؟ اتقتل عشان ما يقولش الحقيقة. عظام نادي في الكون، لو كل الدنيا تسدود أفضل أحبه بالنور يوم نصره للعين عمري ما أكون بعيد. والله هو عمر بطل يشجع، بس هو في قلوبنا ودايما هشوفه في المدرج ودايما هسمع صوته وهو دايما معايا، يعني هو الحقيقة دايما معايا. كريم بطل يشجع، لكن ناس كتير في الشارع المصري هتقول لك ما ماتش. انا ببقى ماشيه في اي حته عارفه انا اخت كريم حزام،
أنا الفخر ليا لأن أنا أخت كريم خزام. محمد، محمد مات بس بطل عايش معايا. أنس ربنا سبحانه وتعالى ربما أراد لي حياة أفضل. أخويا رسم جرافتي، جرافتي ده اسمه عمره عشان الأهل يهون، وعمره عشان الأهل هان، وأخويا بطل برضو يشجع وبطل يروح المدرج، وأنا هروح المدرج مكانه وهرفع صور هناك وهرفع صور في أي مظاهرة. السيد زياد جمال الدين، مصطفى متولي،
حسين محمد السيد، محمد خاطر، حسام الدين السيد، محمد علي، أحمد عبد الحميد، مصطفى السعيد، خيري فتحي، حسن فهمي، محمد سمير عاطف، العربي كمال، مهاب صالح، أحمد زكريا، محمد أشرف، أسامة محمد مصطفى، مصطفى محمد يوسف، إسلام أحمد، محمد فرغلي، أحمد إسماعيل، عمر علي، مصطفى نصر، محمد عبد النبي، أحمد محمد صالح، كريم المليجي، محمد جمال، إسلام حسن، عمرو عطا، أحمد عزة، سعد جمال، محمد حسين، حامد فتحي، أحمد طه، محمد الشربجي، أيمن هيبة، ممدوح البنداري، باسم الدسوقي، محمد خالد، كريم عبد الله، محمد محمود، أحمد الشابوري، محمود سلامة، محمد محروس، أحمد أسامة، سليمان أحمد، محمد ناصر، سعيد محمد، أسامة أحمد، محمد مصطفى كريم. المجد لكل شهداء النادي الأهلي.